منذ لحظات ندفع الإمساك إذانا بالاستعداد لبدء صوم يوم الثاني من شهر رمضان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. قيل: فيشفعان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات الدينية من الشيخ محمد عمران.
ومن بغير الهدى